السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم بناء تطبيقات الديسكتوب أبليكيشن باستخدام تكنولوجيا WBF وباستخدام السي شارب. والنهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة وهي اللي أوتس، فخليكم معنا. والحلقات اللي فاتت اخدنا فيها ازاي نعمل انترفيسز باستخدام ال WPF، وبالفعل عملنا نص زي ما انتم شايفين كده في المرة اللي فاتت. النص دوت بيتفاعل معاك لما تحط الماوس عليه زي ما انت شايف كده، اهوت اول ما تقرب الماوس منه بيكبر، اول ما تبعد عنه بيصغر. فاستطعنا ان احنا نعمل ايه زي ما تقول كده ايه يوزر اكتف فورم او يوزر اكتف تول. احنا النهارده بقى هنتكلم عن حاجه جديده، وهي او مش حاجه جديده احنا خدناها، وهي اللي اوت اللي هو المسطح اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت، ده اسمه لي اوت. لحد دلوقتي استخدمنا انواع قليله من اللي اوت زي الستاك لي اوت والجريد لي اوت، لكن احنا هنستخدم انواع تانية من اللي اوت. هنستخدمها طول ما احنا شغالين زي الستاك، اتكلمنا عنه بس هناخده باسلوب مفصل اكتر، زي الوارب بانل والكانفاس والدوك بانل والنوع الافتراضي اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو الجريد. تعالوا كل اللي هنعمله ان احنا هنحذف الجريد بتاعتنا دي كلها كده بكل اللي فيها، ماشي اهو، وهنبدأ ندخل داتا بشكل مختلف. هنحط مثلا باتون، فان الباتونز هنا اهيت، ادي الباتون على طول هنا اهو كده من غير جريد من غير اي حاجة. والباتون ديت هنديها هايت ووايد، هنقول مثلا ارتفاعها وليكن 50 والوايدز بتاعها او الويدز بتاعها اللي هو العرض بتاعها هيبقى مش شمال الشاشة كده زي ما انتم شايفين، لا هيبقى مثلا اي حاجة 100 اللي هو الدبل بتاعه اهوت. ولو عملنا رن هنلاقيها الباتون ظاهر في نص الشاشة عادي جدا، مفيش اي اختلاف، بس الاختلاف احنا هنفهمه دلوقتي. هنيجي بقى نشوف بقى مشكلة ان انا ما استخدمتش لي اوت خالص هو ايه. انا يعني الفورم انا دوست ستارت بتظهر عادية خالص، عليها الباتون اللي انا عنده اللي انا عامله، مش عليه اي كونتنت صحيح، بس هو الباتون يعني لو حطيت له كونتنت هيظهر، بس الباتون عادي مش هتحس باختلاف. لكن لو جيت تحركه بقى شوف اهو ما بيتحركش، ليه؟ لان مفيش لي اوت عليه، هو بس الظاهر في المكان الافتراضي. فاذا اللي اوت هو اساسا ايه؟ المكان اللي انت بتصمم عليه في الشاشه بتاعتك، من غيره انت مش هتعرف تتحرك. ممكن تحط كنترولز وهو يحاول يقراها لك بعد كده ويحاول يشغلها لك بشكل ما، لكن صدقني مش هتعرف تتحرك ولا تغير مكان مثلا باتون من المكان الافتراضي اللي هو الويندوز حاطه فيه لاي مكان تاني. طيب تعالوا بقى نعين اول نوع من انواع اللي اوتس هنا، وهو كنا جبنا عنه فكره قبل كده اللي هو الستاك بانل اهوت. ايه الستاك بانل دوت؟ زي الصوره اللي انتم شايفينها في الشاشه ديت، مجموعه صناديق فوق بعض بالظبط كده. هو الستاك ده كده بيعتبر بان التولز مجموعه حاجات فوق بعض محطوطه بشكل ستاك، بشكل يعني مرصوصه كده رصها فوق بعض، ماشي، زي مجموعة باباتون، مجموعة صور، مجموعة تيكست، المهم ان هي بتاخد الشكل اللي انتوا شايفينه دوت اللي هو بنسميه شكل الستاك، اللي هو ايه الحاجات اللي مرصوصة فوق بعض، وده شكل الستاك بانل. الستاك دوت ممكن يكون عمودي وممكن يكون افقي، ماشي. طيب يعني ايه هو؟ لو انت مبرمج اساسا الاستاك دايما بيجي في دماغك على انه رأسي، ماشي، لكن ودايما بيجي في دماغك بانه هو مثلا فكرة الفيرست ان فيرست اوت، سوري الفيرست ان لاست اوت والحاجات دي، لكن لا انا بتكلم على الشكل بس الخارجي، لان دي بانل
بنحط فيها بانل، سوري، لان دي بانل بنحط فيها الايتيمز ايه بتاعتنا. فاذا انت بتحتاج كده تحدد اورينتيشن، ممكن يبقى مثلا راسي او ايه او افقي زي ما انت عايز. فهنا ممكن مثلا ايه نحط الاورينتيشن، سوري اهو الاورينتيشن، ونقول ان الاورينتيشن مثلا ايه فيرتيكال، يعني ايه هيبقى الحاجة عمودية. طيب عشان نشوف شكل الستاك بانل دوت ممكن يتعامل معانا ازاي، ممكن نحط شوية ايتمز، يعني مثلا نحط مثلا هنا ايه ليبل اهوت، مثلا ممكن نكتب فيه ايه this is the ليبل، ده اول ايتم. مثلا نحط ايتم تاني، نحط مثلا ايه تكست بوكس، ماشي، وبرده ممكن نحط فيها كونتنت، نقول ايه this is the text box، ماشي، ونحط كمان ايتمز. بص هنا شايف ظاهر ازاي اتنين فوق ايه بعض، هنحط شوية ايتمز تانية زي مثلا هنا التشيك بوكس، مثلا هنقول هنا تشيك نام وان، ومثلا ممكن نحط تشيك بوكس تاني هدو كوبي بس عشان ايه يبقى ظاهر ليك اكتر، تشيك نمبر 2. فشوف هو رصهم فوق بعض بشكل ايه رأسي، ماشي. لو غيرنا الاورينتيشن اهوت وخليته هوريزونتال، ماشي، شوف هيرصهم ايه بشكل اللي هو الافقي، اللي هو بيسموه هي هوريزونتال، يعني ممكن يكون لها معنى تاني غير افقي، يعني اي دوت نو، بس يعني هي هوريزونتال بشكل ايه افقي بشكل رو كده اهوت، ماشي. لو فيرتيكال هتلاقيهم ايه رصهم ايه فوق بعض، وده من احد الاشكال بتاعت ايه اللي اوتس في ال WPF. تعالوا نحط فيه حاجات تانية زي مثلا ايه ليست بوكس، ليست بوكس ايتم، وجوه الليست بوكس ده نحط ليست بوكس ايتم، هي ليست في النهاية، ممكن نكتب اي حاجة مثلا ايتم 1 او whatever، ممكن نحط ليست بوكس تانية، ونحط ليست بوكس تالتة، نحط ليست بوكس رابعة كله، ونحط باتون كمان اهو، باتون مثلا هنا كونتنت، مثلا هنقول هنا كليك مي، ماشي، والهايت بتاعه هنقول مثلا 150، والويتس بتاعه هنقول 200، اي حاجة، ونقفل كده اهوت اهو. لا ممكن نخلي الهايتس بتاعه 50 بس عشان ما يبقاش شكله يعني ضايع قوي كده. ممكن نتفرج على اللي احنا عملناه دوت عن طريق ان احنا نران، لو شايفين اللي اوت شكله عامل ازاي اهوت، ادي التكست بوكس، وادي سوري ادي الليبل، وده تكست بوكس، وده هنا بقى التشيك، ودولت ايه الليست الاكس، بس انا حاطط فيهم ايتم واحد، وادي ايه الباتون، هتلاقيهم طالعين ايه كلهم فوق بعض زي ما اتفقنا ايه بشكل ايه الستاك. تعالوا نروح بقى لنوع تاني من ايه البانلز، وهي الراب بانل اهوت. الراب بانل اهو، الراب بانل يعني هي زي ما تقول كده ايه، عارف لما يكون عندك موبايل وفاتح على الجاليري بتاع الصور، هتلاقي الصور محطوطه هنا واحد جنب واحد جنب واحد، لما بقى بتخلص اللاين بتلاقيه يبدا لك من اللاين اللي بعد واحد جنب واحد كده اهوت، ده اسمه الراب، ماشي. فتعالوا نفهمها اكتر من انا مثلا احط باتون، والباتون ديت نديها مثلا عرض 100، والمارجن مثلا عشان يبعدوا عن بعض هنقول ان هو مثلا 5، وهنا ممكن نحط هنا فيها كونتنت، نقول هنا ايه باتون، ماشي، خلي ده 200 عشان نفهم الموضوع اكتر. واهوت طول ما انت عمال تحط كنترول تاني، الكنترول بيحجز مساحة تانية. او شوف ليه الكنترول ما خشش هنا ودخل على اللي بعديه، لانه طوله اكبر من عرض ايه الفورمه بتاعته اللي هي الويندو ديت، طبعا
هنا عرضها 800، فانت ديت زائد 5 طبعا، اللي هو 5 هنا و5 هنا يبقى 10، فانت كده عديت المسموح ليك من عرض الفورمة ديت، فهتنزل في الفورمة التانية يعني لو جمعت يعني مجموع العروض بتاعت الفورم الباتونز ديت زائد المارجن، هتلاقي ان هو المساحة هنا مش مكفية، فهيبدأ من ايه اللاين اللي بعده. على فكرة الوراب بانل برضو في اورينتيشن، وممكن احنا كده شغالين طبيعي ان احنا شغالين ده هوريزونتال اللي هو الديفولت بتاعه، لكن ممكن مثلا ايه تشغله فيرتيكال، فلما تشغله فيرتيكال هتلاقيه ماشي زي الاستاك كده، بس هو بيختلف عن الاستاك ان هو اول ما هينزل هنا ويلمس الايدج بتاع او حافه الويندو بتاعتنا ديت هيقوم جاي ايه مكمل هنا، هو مش مكمل تحتيها، هيكون مكمل في ايه السطر اللي جنبه على طول داخل ايه الراب بانل بتاعتنا. تعالوا بقى ايه نرن كده عشان اوريكم ميزه جميله من مميزات الراب بانل. لو دوسنا ستارت كده طلعت لنا الفورمه بتاعتنا ايه جميله. لو دخلت كده شايفين لو سحبت كل ما المساحه بتزيد هو بيتفاعل معاها ايه ويزيد، هي دي فكره ايه الوراب بانل. طيب لو جيت انا غيرت البانل ديت، جيت اهو كده وقمت جاي مثلا مخليها ستاك بانل ماشي، طبعا هو مطلي الحاجه، بس شوف انت هنا انا عاوز اوريك حاجه بس بالعرض، هو ده برضه هوريزونتال زيه، انت لو شديت كده او سحبت خلاص هو مش هيتحرك، مش هينزل لك في اللاين اللي بعده ماشي، هو هيفضل مكمل حتى لو في 20 هيفضل مكمل، هيختفي هيطلع بره الحيز بتاعه. ده الفرق بين الستاك بانل وبين ايه الوراب بانل، لان هو الوراب بانل هو ملتزم بحجم ايه الفورمه بتاعتك، لكن الستاك بانل ممكن يخرج عنها، مهم ان هو يلتزم باورينتيشن ايه محدد انت اللي محدده له. والنهارده هنكتفي بهذا القدر عشان ما تلخبطوش، وهضطر اكمل ايه المحاضره إيه الحلقه الجايه. إيه اخذنا الستاك بانل والوارب بانل، وان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم عن الكانفاس بانل، فياريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك والشير والسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق، كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقات القادمه.